هذه الانطلاقات التي تأتي انطلاقة هذه الأشواط هي مسافتنا 5 كيلومتر. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع هذه الكم والعد الهائل من القعدان المشاركة خصيصا في هذا الشوط، نتعرف على الصدارة الأولى والمقدمة. مقدمة الشوط والمركز الأول من يتقدم مشغل بطيء بن سهيل بن سعيد بدلوي الكتبي من يقدم لنا مشغل على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. النقلة مباشرة مع المركز الثاني لكي نتعرف مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام من يتقدم في هذه اللحظات. يأتينا أصيل مصبح بن سالم بن مصبح بن محمد الكتبي من يقدم لنا الأصيل مع المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، انتخر ونشوف اللي في المركز الثالث الواصل والمنطلق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من ينطلق بمسار مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام. هناك ينطلق ويتقدم غازي نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري، اما اللي في المركز الرابع مشاهدينا الكرام من وصل في هذه اللحظات جبر خليفة بن محمد بن مبارك المهيري من يقدم لنا جبر مع المركز الرابع. خامس المراكز وصل هنا هرمز، تعود الملكية لذويب بن سعيد بن علي الشامسي من يقدم لنا هرمز مع المركز الخامس. في سادس المراكز يأتي مشاهدينا الكرام وينطلق بهذا المسار والتقدم الممتاز من يحمل رقم 44 سلام عبد الله بن خليفة بن محمد المرر، ومن الجانب الآخر من بدأ يصل هنا همام سالم بن سعيد بن محسن بالسلمي العامري من يقدم لنا هذا الاسم. سابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام، هنا يتقدم شعار بالحوت مشاهدين الكرام في هذا المسار والانطلاق الواصل والمنطلق. يتقدم الواش محمد بن احمد بخلفان بالهول الفلاسي من يقدم لنا هذا الاسم. تاسع المراكز وصل مشاهدينا الكرام مناور، تعود الملكيه لحماد بن خليفه بن محمد الكعبي، وايضا الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من الحضر سعود بن سالم بن سعيد المنعي. هكذا النتيجه، هكذا مسار الشوط، هكذا الانطلاق. نعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول الى المسار الاول الانطلاق الاول، نعود الى الصداره، نعود الى مقدمه الشوط والى المركز الاول في مقدمه هذا الشوط. من سيطر مع البدايه واعلن الحضور مع القياده اصيل مصبح بن سالم بن مصبح بن محمد الكتبي في مقدمه هذا الشوط، يعلن حضوره الكتبي منفرد على الصداره. المركز الثاني من ياتي مشاهدينا الكرام، هناك مشغل بدلوي من يقدم لنا، ولكن من غير في هذه اللحظات وتقدم الجميع مع المركز الثاني. غازي غازي، تعود الملكيه لغازي نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري. والمركز الثالث من ياتي مشاهدينا الكرام، جبر خليفه بن محمد بن مبارك المهيري. يا سلام لمن الفوز والناموس، السياره مشاهدينا الكرام في الانتظار للفائز بالمركز الاول. وصول جديد مشاهدينا الكرام من شاهين محمد بن سهيل بن خير الاحفاري، ومن الجانب الاخر راهي او الواش محمد بن احمد بخلفان بالهول الفلاسي. الكل يتقدم، الكل ينطلق، وصول جديد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. همام همام، تعود الملكيه لمبارك بن محمد بن يروان المنصوري من يقدم لنا همام في هذه المسيره في انطلاق هذا الشوط. نعود الى البدايه، نعود الى 1200 متر، بان الكيلومتر الاخير وبانت المنصه. وركز يا سعد يا بن حميد يا بن سنوت الوهيبي من يتابع الشعار لمقدمه الشوط مع المركز الاول مع المسار الاول الانطلاق الاول. هنا مقدمه الشوط اصيل اصيل مصبح بن سالم بن مصبح بن محمد الكتبي مع مقدمه الشوط. وصلوا الجماعه، وصلوا القادمون. هنا مشاهدينا الكرام من اللي وصل في هذه اللحظات يتقدم، ينطلق غازي، غزا غازي لغزوه الى المقدمه. تعود الملكيه لنصيب بن عيسى بن محمد المنصوري المركز الثالث. هناك مشاهدينا الكرام ياتي كفو غدير بن حميد بن خميس اليديلي، اول اذاعه لكفو من يتابعه اليديلي، من يتابعه ابو حميد
الجديد لمن الفوز لمن الناموس. يا سلام أصيل يا أصيل بير البال ولكن غير انطلق كفو إلى المقدمة إلى المركز الأول. هنا المسيطر مع المركز الأول المنطلق مشاهدينا الكرام مسيطر غازي 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 غزل الأول غازي غزل الناموس غازي غزل الانتصار. ولكن وصلكم وصلكم عايض بن مهدي بن هادي الأحبابي شاهين ملاقط سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي. يا سلام ملاقط 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 وهناك غازي غازي وملاقط ملاقط وغازي لمن الفوز. يا سلام ملاقط ملاقط بالفعل ملاقط سلام ملاقط سلام سلام بن الأصلي سلام سلام ابو حمد سلام سق الله دارك اسعد الله صباحك مع هذه الاجواء الماطره سلام العين سلام. سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي من قدم لنا ملاقط مع الامتار الاخيره ونال شرف الناموس. المركز الثاني غازي نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري. المركز الثالث كان من نصيب علي سالم بن عبيد بن علي بن زرب العامري ما يبنى الطاري مع المركز الثالث. وصل المركز الرابع كفو تغير بن حميد بن خميس سليديلي. المركز الخامس أتى شاهين محمد بن سهيل بن خير العفاري. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني ولكي ناتي مع بداية المقدمة يحمل الرقم واحد وبالفعل هو من جاء مع المركز الأول ملاقط سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار والسلامات تتجه إلى مالك ملاقط سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي. هو أمامكم ملاقط قطع المسافة في زمن وقدره 7 دقائق 45 ثانية 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس لسلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل المشاهدين الكرام مع المركز الثاني غازي قدم عرض يشكر عليه ويشكر نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري. قطع المسافة غازي مع المركز الثاني في انتظار توقيته 7 دقائق 47 ثانية وفاء وتماما. تهانينا والناموس المركز الثاني اللي مركز الثاني من خلال الرؤية على الشاشة. المركز الثالث المركز الثاني مشاهدي الكرام المركز الثاني وصل في ثاني المراكز عالي سالم بن عبيد بن علي بن زرب العامري مع المركز الثاني من خلال رؤية على الشاشة بعد الحضور. المركز الثالث مشاهدي الكرام كان من نصيب